اوكي، بالتالي بدأنا نعمل ريكورد كده. باين عندكم الريكورد يا جماعة؟ تمام يا دكتور. حلو قوي، حلو قوي. طيب فكنا بنقول كل الانستراكشنز الموجودة عندنا دي باينري انستراكشنز. يعني ايه باينري انستراكشنز؟ زي ما اتفقنا قبل كده انك تاخد تو operands source و destination، ما عدا امر واحد اللي هو النوت. والامر الواحد اللي هو النوت اللي هو الانفرتر ده بياخد بارامتر واحد بس، يعني بكتب قصاده حاجه واحده بس، فده يونري انستراكشنز. انستراكشن انا اسف جدا، يعني بكل الانستراكشنز الموجوده باينري انستراكشنز، بمعنى ان هم ليهم تو operands ما عدا النوت operation. دي يونري انستراكشن قصادها بارامتر واحد بس. زي ما اتفقنا مع بعض كل الانستراكشنز الموجوده عندي دي بتشتغل على مستوى البيت ليفل. تعال نشوف examples لحاجات زي كده. نبدأ بالAND أهو. Some examples. الAND تكتب AND. طبعاً هنتفق مع بعض إن assembly is not case sensitive. يعني ممكن أكتب الAND small أو capital. أنا كنت بكتبها في الشرح فوق، وأنا بكتب الحتة اللي أنت شايفينها فيها الانستراكشنز دي كنت كتبها capital عشان افرق بين اند كامر واند كو. يعني انت شفت لو انت شايف انك كتبت هنا امر، او اعمل لك هايلايت دلوقتي، اس اتش ال اند اس اتش ار، الاند اللي في النص ده مش انستراكشن، اوكي؟ ده بقول و. على فكره عشان تبقى عارف الاس اتش ال والاس اتش ار يعني شيفت ليفت وشيفت رايت، والار او ال والار او ار يعني شيفت روتيت ليفت وروتيت رايت. الكلمه الاند اللي هي في النص دي، الاند الموجوده في النص الموجوده عندي دي مش instruction، دي و. عشان كده انت شايفني هنا كاتب ال and في الاول capital، وبعد كده كاتب ال and دي هنا small letters. بس احنا عارفين ان assembly programming language is not case sensitive. يعني ايه it's not case sensitive؟ يعني ما لهاش علاقه اصلا بال small و capital، مش فارقه معاها تماما. فانا دلوقتي لما هكتب بقيت بقى الكود هستخدم small او capital، مش هتفرق معايا. طيب الستركشر بتاعت الاند بتكتب اند وتديها destination وsource. طيب ازاي ليه بكتب عليها destination وsource مش حاجه واحده بس؟ عشان دي binary instruction زي ما احنا اتفقنا. طيب الباينري instruction هيعمل ايه؟ هيخلي destination تساوي destination and، او اكتبها capital هنا، source. بيعمل اند، وبيعمل اند ازاي؟ اتفقت معاك بيعمل bitwise اند. يعني ايه بيعمل bitwise and؟ يعني بياخد البتات اللي موجوده في السورس والبتات اللي موجوده في الديستنيشن، يفكهم ويعمل عمليه الاند بين كل بت في الديستنيشن والسورس التناظ لبعض. اوريك اكزامبل دلوقتي هتفهمك الدنيا دي ان شاء الله. يعني فور اكزامبل، لو جيت قلت لك بالمنظر ده move في ال AL 2 5 hexadecimal، move في ال BL 5 7 hexadecimal، كده قلت and al comma bl. اوكي، انا كده بعمل الاوبريشنز اللي موجود عندي، بعمل and لل al وال bl، وفي الاخر اطلع النتيجه زي ما انتم عارفين تتخزن في الديستنيشن، يعني تتخزن في ال al. طب تعالوا نشوف العمليه الحسابيه دي هتتم ازاي، ازاي اللوجيكال اوبريشنز دي هتتم. اول حاجه الكمبيوتر عشان يعمل حاجه زي كده، عشان الانستراكشن ده باينري انستراكشن، هو هياخد الارقام اللي هي 25 و 57 ويفكهم باينري. فكهم باينري بالشكل ده، 2 يعني 0 0 1 0، 5 يعني 0 1 0 1. اوكي؟ طيب ال 5 هي 5 يبقى 0 1 0 1، و 7 هتبقى 0 1 1 1. اوكي؟ انتوا عارفين تعملوا الكلام ده صح، ولا في حد مش عارف ازاي يفك من باينري من هكس ديسمال لباينري؟ اوكي، انا هعتبر سكوت علامة الرد. اوكي، فيري جود، فيري جود. طيب تعالوا نشوف مع بعض الاوامر دي لما انت تعملها بالشكل ده. انا اسف انا في البيت معيش التابلت بتاعي، سبت التابلت في الشغل، وبعد كده حصلت ايمرجنسي، ميديكال ايمرجنسي في البيت، فاضطريت اقعد. فانا يعني مش هعرف ارسم، ممكن ارسم شويه بالماوس بس الرسم مش هيبقى وحش. فمعظم المحاضره النهارده تبقى كتابه زي ما انتم شايفين. طيب عمليه الاند هتتم ازاي؟ عمليه الاند هتتم ان انا هشوف كل بت اللي موجود عندي واعمل لها اند مع البت اللي تنظر. يعني ايه؟ يعني فور اكزامبل هياخد البت دي اهو، بدانا ايه؟ حاولت ارسم والدنيا باظت. هياخد البت دي، سيبنا من الرسم نرجع تاني. اوكي؟
هياخد بيت اهو تكست هياخد البيت الموجود عندي دي اهو نعمل لها انتر دلوقتي معلش عشان شويه باظت الرسم اوكي هياخد البيت الموجود عندي دي اللي هي ال1 اللي فوق دي ال1 اللي فوق دي اعملها لك بولد ال1 اللي فوق دي هعملها اند مع ال1 اللي تحت دي اوكي طيب 1 اند 1 من ايام ال ديجيتال لوجيك تبقى كام 1 طب تعالى نكتب من قدام عشان بس الكتابه بتاعتي هتبقى من هنا يبقى اول حاجه هعمل 0 اند 0 هتبقى 0 وبعدين ها 0 0 وبعدين 0 0 0 ها 0 1 ايوه 0 1 اشتغل يبقى في الاخر لما تخلص الارثماتيك اوبريشن ده القيمه اللي موجوده عندك في الاي ال هتبقى 0 5 اكسيدس اوكي ذس از ذا ريزلت الموجود عندنا في ال في الاي ال ريجستر بعد لما انفذ الانستركشنز الموجوده عندي طيب تعالوا نعمل التروث تيبل بتاع ال ال الاند عشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لنا عشان انتم شايفين انا بشتغل على ايه التروث تيبل بتاع الاند انتم المفروض عارفينها من الترم اللي فات اهي لو عندك الانبوت الاولاني سميها انبوت 1 وانبوت 2 والاثنين انبوتس وعندك الاوتبوت لو كان ده 0 وده 0 الاوتبوت هيبقى 0 لو ده 0 وده 1 الاوتبوت هيبقى 0 لو ده 1 وده 0 الاوتبوت هيبقى 0 وده 1 وده 1 الاوتبوت هيبقى 1 اوكي ده التروث تيبل بتاع الاند جيت اللي هو بيتنفذ لما بتعمل عمليه الاند في المايكروبروسيسور usually لما بوصل للمرحلة دي معظم students تيجي بتقول لي طيب هو ايه لازمة الاند يعني هي الاند هتعمل ايه يعني ايه الفانكشن بتاعتها في الـ في الـ في الـ في البروجرام ممكن حد كده يبص بص على الموجودة العملية اللي انا لسه عملتها دلوقتي ويحاول يخترع استخدام ليها يعني استخدمها في ايه في البروجرام ممكن استخدمها كفلتر للاوردرز او الحاجات ممكن استخدمها كفلتر انت بتقول فلتر صح؟ فلتر معناها ايه؟ يختار حاجه معينه بالظبط يعني ايه يختار حاجه معينه؟ يعني يشوف قيمه حاجه معينه شكلها ايه؟ صح؟ يقول مثلا عايز هاندل هنا اوكي؟ طيب ده يعني انا I can use it to choose انا هسألك هريفريز كلمه فلتر to choose هتشوز بت معينه ابص عليها وبقيه البتات مش عايزها. طيب اعملها ازاي بالاند؟ البت اللي انا عايز ابص عليها البت اللي انا عايز ابص عليها اعمل لها اند مع ايه؟ مع واحد مع واحد والبتات اللي انا مش عايز ابص عليها اعمل لها اند مع ايه؟ زيرو قشطه بيرفكت والعمليه اللي احنا بنتكلم عليها دي يا باشمهندس سميتها فلترنج اسمها التكنيكال في المايكرو بروسيسور ماسكينج اوكي؟ ماسكينج Probably okay. is used to select one bit in a number to look at. دي الفكرة بتاعت الماسكينج بتسمح لي اختار بت واحدة في رقم ابص عليه. بقية البتات مش عايز ابص عليه. طيب برضه الناس تيجي تقول لي طيب استخدم حاجة زي كده في يعني ايه لازمة ان انا ابص على بت واحدة؟ في two cases ممكن تعمل حاجة زي كده او two سيناريوز ممكن تحتاج حاجه زي كده. أول حاجة ليها علاقة باللوجيك بتاع البروجرام، الحسابات العادية التقليدية تماما بتاعة البروجرام. والحاجة التانية بتاعتي اللي هي ال ال حاجة ليها علاقة بالهاردوير، هاردوير خارجي بتوصله على الكمبيوتر. طيب نبدأ الأول بال ال الفيزيكال مينينج بتاعت الحاجات اللي بتحصل جوه البرنامج. تعال نشوف مع بعض لو افترض انت عندك رقم متكون من 8 بتس اهو 0 1 2 اهو 0 تعال نشوف اذا كان في بتس معينه في الرقم ده ليها تاثير معين على الرقم الموجود عندي نبدا بحاجه سهله البت الموست سيجنيفيكنت اللي انا هعمل له بولد دلوقتي هعمل له بولد وايتاليكس لو عملت له بولد وايتاليكس ده مين يقول لي هل ليه سبيشال مينينج في الرقم ولا لا؟ ولو كان ليه سبيشال مينينج ايه معناه؟
احنا خدنا الفلاجز يا شباب ولا لا؟ عشان بس بنسى. خدنا الفلاج صح؟ لو significant number يقول لنا ده نيجاتيف ولا بوزيتيف. نيجاتيف ولا بوزيتيف. بيرفكت يا شباب بيرفكت. لو كان ده sign number ممكن استخدمه عشان اعرف اذا كان الرقم ده نيجاتيف ولا بوزيتيف. اعرف ان هو نيجاتيف ازاي ان قيمته تبقى واحد. طب اعرف هو بوزيتيف ازاي لو قيمته كانت صفر. طب ازاي اعرف قيمه البت دي؟ انا ما عنديش حاجه تبص على بت معينه. اوكي؟ قال لك اوكي سهله، انت تيجي عشان تبص على البت دي اعمل اند مع 1 0 0 0 0 0 0 0. اي حاجه معمول لها اند مع 0 اللي هي الجزء ده، الجزء ده بتاع الرقم هتعمل له اند مع 0 هيحصل له ايه؟ هيبقى بزيرو، هيبقى مش موجود، كانه مش موجود. انا هعمل له كده، كنت عايز اعمل سترايك ثرو بس واضح ان مفيش سترايك ثرو في الـ في الـ في الفيرجن ده بتاع ون نوت، بس ان هم الجزء ده بتاع الارقام كله هيبقى صفر، هيختفي. تتبقى حاجه واحده بس. ايه هي الحاجه الواحده اللي هتبقى فاضله عندي؟ البت الاخيره، الخانه الاخيره اللي هي تمثل الاشاره. لو كانت الرقم نيجاتيف الخانه الاخيره تبقى كام؟ الو جماعه سامعيني؟ سامعينك يا دكتور. انا اسف، انا الانترنت على الاكاديمي احسن بكتير من انترنت البيت. I'm sorry I got disconnected. انا كنت تالي بسالكم. ثانك يو. تالي اخر حاجه. ايوه سوري، بس هو احنا ما خدناش الفلاجز غير في السكشن. It's okay doesn't matter. بس هتاخدوه هتاخدوه. بس دخلناها في المحاضره صح؟ ما لحقناش نكملهم يا دكتور. هو بيقول ما الناس عرفت عشان كان في كويز وانترنت ماشي. احنا وقفنا لايه؟ فكروني. وقفنا عند دخلنا الديفايد بس وبعدين وقفنا. ما اديتش الفلاجز ولا الكاري فلاج ولا الساين فلاج ولا الاوفر فلو فلاج ولا الكلام ده؟ لا ده كان في السكشن بس. انا بعتذر. I am sorry. انا for some reason افتكرت ان احنا اديناها. طيب. طب كده في عندي حل من اتنين، يا اما اقطع المحاضره دي وارجع لها تاني. لا طب خلينا نكمل دي ومش هجيب سيره الفلاجز قوي يعني. وبعدين نرجع للفلاج تاني. I'm sorry I'm very sorry. انا كنت فاكر ان انا قلتها، واضح ان انا قلتها في القرية الذكية بس ما قلتهاش عندكم. سوري معلش يا جماعه. مفيش مشكله. ثانك يو. طيب لو كان شكرا يا شباب شكرا. لو كان الرقم عندي نيجاتيف اوكي يعني الرقم ده كان نيجاتيف بعد ما تعمل عمليه الاند دي. هو بس حضرتك مش عامل شير سكرين. انا اسف. I'm sorry. هو ريكوردينج قفل ولا ايه؟ لا ريكوردينج شغال. شغال؟ طيب. اوكي كده شايفين يا شباب؟ تمام. اوكي. بعد لما اعمل عمليه الماسكينج يعني عمليه الاند ب 1 في الخانه بتاعه الاشاره وصفر في بقيه الاماكن. لو كانت الرقم ده نيجاتيف النتيجه تطلع كام؟ مين يقول لي؟ سامعني ولا لا؟ انا دلوقتي ابتديت اخاف ان انا نيجاتيف 128. برافو عليك نيجاتيف 128 هي تبقى 1 هنا 1 0 0 0 0 0 0 0 ده معناها the number is negative. اوكي okay. فاذا لو كانت النتيجه بتاعتي طلعت كده يبقى الرقم بتاعي negative. طب لو النتيجه طلعت كده يبقى ايه؟ the number برافو عليك number is positive. انا معلش عندي سؤال، هو انا ليه ما عملت 0 اندد مع 1 طلع في 1؟ يعني مش هو المفروض يطلع 0 زي ما احنا قايلين في ترو ستيبل لفوق؟ يا باشا لا انا مش بقول لك دي هتبقى النتيجه، انا بقول لك لو كان الرقم نيجاتيف هتبقى هنا 1. طيب لو كان الرقم بوزيتيف هتبقى هنا كام؟ 0 تمام 0. ففي المثال ده اللي احنا بنتكلم عليه هتبقى الحاله الثانيه اللي هي الحاله دي. انا كده تمام لكن المثال اللي قصادك ده فتبقى دي النتيجه اللي هتطلع. اوكي؟ اوكي. فيري جود. طيب ده لو انت بتبص على البت اللي على الشمال، البت اللي على الشمال هي بتمثل الاشاره او الساين. طب تعال نشوف اذا كان في بت ثانيه موجوده عندي في البروسيسور بقى في الريجسترز ليها معنى ثاني.
تعالى نتكلم هل في بت تاني تبقى ليها معنى تاني ولا لا. خلي بالك كل ده بقوله لك عشان انا بقول لك ان انا بعمل ماسكينج. ماسكينج انا بفلتر بت معينه ابص عليها بعمليه ايه الاند. اوكي طيب لو عندك رقم بالمنظر ده في 8 خانات. الاول هكتبه اي رقم هكتبه وبعدين هحط تحتي خانات عشان امثل الوزن. هو في ايه اهو ملاش في خانات تمثل الوزن. مين يقول لي اول خانه اللي هي الخانه اللي على اليمين خالص دي وزنها كام؟ الويت بتاعها كام؟ 1 والخانه دي وزنها كام؟ 2 ودي 4 بيرفكت. تعال نكتب اول اخر واحده على خالص 128 بعد كده 64 بعد كده 32 برافو عليك وبعدين 16 وبعدين كام؟ 8 كده 4 2 1 صح؟ دي الاوزان. حد عنده اعتراض في الفكره دي؟ فيري جود. طيب لما انا كنت عندي رقم باينري بالشكل ده وعايز احوله لديسيمال مش كنت بجمع الاوزان على بعضها؟ تمام صح؟ اني اوزان اللي فوقيها كام؟ البيز بتاعهم واحد اللي هو واحد اللي عليه واحد لكن اللي عليه زيرو ما كنتش بجمعه صح؟ بالظبط فيري جود. طب تعال نبص على الاوزان دي كلها اللي هي اللي جايه بعد اول رقم. الاوزان دي كلها دي حد يقول لي الاوزان دي اللي انا عملت لها هايلايت دلوقتي ايفن ولا اود؟ ايفن. فلو فوقيهم الاوزان دي وحيد انت كل اللي انت بتعمله انت بتجيب مجموعه ارقام ايفن تجمعهم على بعض صح ولا انا غلطان؟ طيب مجموعة أرقام even لما even زائد even يبقى النتيجة إيه؟ even برضو صح؟ طيب فين الرقم الوحيد اللي قد عندي في الدنيا دي كلها؟ في الأوزان أول واحد. طيب أول واحد لو فوقي واحد يعني لو في واحد في أول خانة أنت هيبقى عندك رقم مجموعة even وهتضيف عليه واحد يتحول لإيه؟ odd. جربها كده 4 زائد 1 5 8 زائد 1 9 اي رقم ايفن لو ضفت عليه واحد هيتحول لاود. ده معناه ايه؟ الحاجه اللي بتحول الرقم اللي موجود عندي او بتخلي الرقم بتاعي يبقى اود هو وجود واحد في اني بت اول بت. فده برضو ممكن استخدمها بالماسكينج بالاند عشان اتشك اذا كانت الخانه دي صفر ولا واحد عشان اعرف اذا كان الرقم بتاعي ايفن ولا اود. اوكي اهو وانت عايز تعمل end هتعمل end للمنظر ده الرقم ده نشيل ال italics 1 اوكي ده ال end اللي هتعمله وهيطلع لك النتائج. لو طلعت في النتيجة في الاخر 0 0 0 0 0 0 0 1 يبقى الرقم ايه؟ number برافو عليك is odd. طب لو طلعت النتيجة 0 0 0 0 0 0 0 0 يبقى number is even. يبقى الماسكينج اللي هي الفلتر اللي انت قلت عليها اللي بتسمح لي ابص على خانة معينة داخل الرقم ممكن استخدمها عشان استخرج معلومات اذا كان الرقم even ولا odd اذا كان الرقم بتاعي positive ولا negative. اذا الماسكينج ليها معنى او ليها استخدام في الاوبريشن العادية بتاعت البروجرام ده. دي مفهومه ولا في حد عنده مشكله فيها؟ حلو تمام تمام حلو قوي يا شباب. في معنى تاني او في استخدام تاني للماسكينج بس الاستخدام التاني ده بيجي من الهاردوير. طب بيجي من الهاردوير ازاي؟ sometimes لما انت بتيجي تتعامل مع المايكرو بروسيسور انت بتوصل دايره خارجيه للمايكرو بروسيسور يعني بتجيب دايره خارجيه بروسيسور وتوصل له حاجه ممكن توصل له سنسر بيقول لك اذا كان الباب مفتوح ولا لا سنسور لك شباك مفتوح ولا لا لو عايز تعمل الارم سيستم او سكيورتي سيستم في البيت مثلا. وكل الاسلاك اللي جايه من السنسورز الخارجيه بتوصل للكمبيوتر على حاجه اسمها بورت. اكيد كلنا نسمع على اليو اس بي بورت ونسمع على البرنتر بورت ونسمع على السيريال بورت. هم بورتس. بورتس يعني ايه؟ يعني مجموعه اسلاك بتدخل من بره الكمبيوتر لجوه الكمبيوتر. اوكي؟ مفهومه لغايه دلوقتي ولا في حد عنده مشكله؟ حلو حلو هرسم حاجه
اهو معلش انا برسم بالماوس بقول لك التابلت بتاعي في المكتب بجيب واحد في البيت واحد في المكتب عشان لو حصلت حاجه زي كده بعدين نعرف نشتغل بس هنقسم ان ده السي بي يو وادي في بورت هنا شايف ادي البورت او ده البورت انا اسف وده البورت اوكي وده البورت طلع منه اسلاك كتيره كل سلك وصل على سنسر معين هنفترض ان السنسر الاولاني ده وصل على باب اهو الباب شايف ادي الاوكره بتاعته ده الباب اوكي السنسر ده بيقول لي اذا كانت السلكه دي او اذا كان الباب ده انا اسف جدا مفتوح ولا مقفول لو كانت الباب مقفول هيبعت لي 0 لو كان الباب مفتوح هيبعت لي 1 يبقى السنسر ده هيبعت لي 0 يا 1 بناء على اذا كان الباب مفتوح ولا مقفول حد كويس يقول لي قلت لك ده البورت اللي هو موجوده في الكيسه بتاعت الكمبيوتر انت بتوصل عليها الماوس اليو اس بي كده حد كويس يقول لي ايه اللي هيوصل البورت للسي بي يو ايه الشيء اللي هيبقى مع المذر بورد اللي يوصل البورت للسي بي يو برافو عليك يا باشا برافو عليك يا برافو انت عرفت اللعبه خلاص كده برافو عليك الباسز اللي موجوده هنا هي مجموعه باسز زي ما احنا اتكلمنا قبل كده الباسز دول بيخلوني اقدر اوصل الحاجتين دول مع بعض اوكي اوسم تعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن استغل الماسكينج في الحته دي تيبيكلي لما البورت بيوصل للمايكرو بروسيسور انت بتقرا حاجه من البورت انت بتقراها على الداتا بس لو انت فاكر والقيمه اللي جايه من البورت بتدخل على ريجستر فور اكزامبل تعالوا نفترض ان الريجستر هدخله دلوقتي عليها اسمها اي ال يعني الريجستر اهو انا نكتب بقى كلام بالكيبورد استنى اشيل الرسم اوكي والاسيوم that the value you will read from the port will be stored in AL. انت تنفذ امر تاخد الحاجه اللي موجوده على البورت اللي موجود عندك تسحبها للباصص تدخلها في AL. اصبح دلوقتي محتاج اعمل حاجه، ايه هي محتاج اعملها؟ محتاج اشوف البت اللي موجوده في الاي ال اول بت بقى عشان دي اول بت اللي موجوده عندي شايف؟ لو الباب ده وصل على اول بت قيمتها صفر ولا واحد اعملها ازاي بقى؟ هعمل اند للاي ال مع كام؟ زيرو الماسكينج زيرو زيرو لحد 1 في الاخر برافو عليك انا مش عارف انا عدد الاصفار بتاعتي صح ولا لا لو غلط انا اسف تالي صح اوكي كده بحط في الاخر حرف بي عشان اقول الرقم ده باين شفت؟ كده انا بقدر اتست او اتشك على القيمه الاخرانيه اللي موجوده عندي في الـ في الاي ال ريجستر اللي هي جايه من البورت بتبلغني اذا كان الرقم بتاعي او الباب بتاعي مفتوح ولا لا يبقى في جزء من اللوجيك بتاع البرنامج ده اللي هنشوفناه من شويه اعرف اذا كان الرقم ايفن ولا اود بوزيتيف ولا نيجاتيف وفي جزء ليه علاقه بالهاردوير لما انت توصل هاردوير خارجي على الديفايس بتاعك وعايز تعرف الهاردوير ده شغال ولا لا مفهوم الحاجتين دول ولا لا يا جماعه تمام حلو قوي we can now move on to the next instruction the or instruction the or instruction زي ال and instruction is a binary instruction تكتب or destination source اوكي وال instruction الموجود عندي دي بتعمل bitwise or يعني ايه bitwise or بتخلي destination تساوي destination or source لو انت فاكر في digital logic ال or كانت كده بلس طيب تعالى نكتب ال true statement بتاع ال or وبعد كده نتناقش مع بعض ايه لازمتها زي ما احنا اتناقشنا مع بعض ايه لازمة ال and اهي input 1 input 2 output 0 0 0 0 1 تبقى كام في ال or 1 1 perfect 1 0 تبقى كام 1 1 1 1 برضه 1 برضه بيرفكت 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 دي الفكره دي تو ستيبل بتاع الاور طيب فانت لو عملت حاجه هيفكها برضه باينري زي ما احنا شفنا كده الاند بيفكها باينري ويعمل اور لكل بت مش هكتبها تاني عشان بتهيألي دي حاجه تريفيال يعني انت شايف كويس قوي ان هو يفك الرقم ولكل خانه هيعمل لها اند او هيعمل لها اور يعني مع الخانه اللي تحتيها according to تو ستيبل ده بس انا عايز بقى الحاجه اللي مش تريفيال حد كويس يقول لي في رايكم استخدم الاور في ايه استخدامه ايه
اللي ممكن استغله في الاور عشان اعمله في الكمبيوتر بتاعي. مين ممكن تشيك الوانز اللي في ال عايز عايز تشيك حاجه فيها 1 ولا لا؟ يعني عايز تشيك على بت معينه، يعني عايز تفلتر بت معينه بتستخدم ايه؟ and perfect عشان الماسكينج مش نختار بت معين. لا الاور بيعمل حاجه تانية غير ان هو بيتشيك، اللي بيتشيك هو الاند. ايه اللي ممكن استخدم الاور عشان اعمله؟ اللي هيقول هل ياخد كلاس فايف؟ يلا نفتح الحاجات بتاعت البونس بتاعتي. هي الاور وظيفتها ان هي يعني هي اي حاجه بتجمع عليها كزيرو او 1 لو هي 1 بتعديها يعني. قول 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 قول. يعني لو 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 احنا معانا اللي هو بنجمع حاجه على 1 اكس كات او 0 او 1 في الطرف الثاني من البتات، هي هتعدي على طول الاوردر ده. هو برضه التعديه اللي هي انت تعدي حاجه ده برضه اند على فكره. يعني اكزامبل عندك سيجنال وعايز تعديه او ما تعديهوش، هتتحكم في تعديه او ما تعديهوش بالاند. لو عايز تعدي ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ انا اسف انا كنت حاطط ايدي على الكيبورد وعمال اكتب صح. لو انت عايز تعديه تعمله اند مع كام؟ عايز مع واحد. واحد. ولو لو مش عايز تعديه تعمله اند مع زيرو، بس الاند هو اللي هيختار لك هتعدي ولا لا. لا انا انا مش عايز، ملهاش علاقه بالتعديه. قول لي بقى اعمل بيها ايه؟ عايز اختار حاجه ما بين السورس او الديستنيشن مثلا. ها قول 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 تاني قول تاني عشان اخدت دي حلقه. قول لي عشان انا ما سمعتش كويس. قول لي عايز اختار حاجه ما بين السورس والديستنيشن مثلا. لا 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 اكشلي ممكن، اكشلي اونستلي ممكن، بس مش هي دي التيبكال يوز بتاعها. بس ممكن هو ممكن هو ممكن اكون لو عايزه اديتكت، يعني لو في حاجتين داخلين وعايزه اتاكد مثلا ما فيش واحد فيهم زيرو. ده تشيكينج صح؟ ورجعنا تاني للتشيكينج، والتشيكينج كان كنا بنعمله بالاند فاكره؟ طب هو مثلا ممكن لو واحد من الكونديشنز اللي عندي مثلا فولس بيعدي برضو، ان هو بيعدي اي كونديشن ما عدا بس التو زيروز؟ ايه لازمته ده؟ اعمل بيه ايه؟ ممكن على فكره ليه لازمه، ممكن ليه لازمه، بس انا كنت عايزك تديني حاجه براكتيكال اكتر. ممكن لو حاجة ليها two switches. أيوة. That is correct. That is correct. That is correct. That is correct. Thank you. لو عندك hardware ليه two switches، يعني في two signals، مثلا signal للباب والمثال بتاعت security والشباك، وانت عايز تشغل alarm لو الباب اشتغل او الشباك اشتغل، في الحالة دي هتعمل on. Thank you باشمهندس. Thank you. Thank you. كان اسمك ايه باشمهندس؟ احمد محمد عمر. احمد محمد عمر انا بس الايفر نوت عندي يشتغل وانا هحط لك البونص على طول. اوكي ثانيه واحده احنا نكتب، حتى ممكن اكتبه على نوت خارجي عشان خليك معايا. هو احمد محمد عمر بلس 5. اوكي مايكرو هدخلها انا بس عشان الايفر نوت مش شغال عندي، اول لما يشتغل هدخلها على طول. فيري جود ثانك يو باشمهندس. That is definitely one of the main uses بتاعت الـ OR. الآلة عليها البشمهندس كان عندك مثلاً دايرة خارجية ليها two switches. Two switches معناها two triggers، يعني حاجتين بتتريجر event. لو الشباك مفتوح أو الباب مفتوح شغل alarm، في الحالة دي تعمل الـ OR. دي حاجة تانية تبع اللوجيك بتاع البرنامج على فكرة. إيه تبع اللوجيك بتاع البرنامج؟ أنت لو حبيت بت معينة تقلبها الـ 1 تقلبها الـ 1 شباب سامعني؟ اه تمام كده. احنا كده اتعلمنا حاجه. ربنا يخليكم، انا كده اتعلمت حاجه، انا عمري ما هدرس من بيت تاني. الاكاديميه احسن بكتير في الانترنت، اول مره اقولها في حياتي. يعني انا كنت دايما بقول الانترنت لا الانترنت على الاكاديميه احسن. طيب نرجع تاني اللي انا كنت بقوله. احنا قلنا الحته بتاعت التو سويتشز، بعد كده صوتي وقع ولا سمعت حاجه؟
تمام. هو بعدها الصوت عرفنا هو عندنا تو سويتش تو اف. حلو قوي حلو قوي. الحاجه الثانيه لو انت عايز بت معينه بت معينه تقلبها ال1 تحولها ال1 وبقيه البتات تسيبها صفر، عاملها ازاي؟ يا جماعه انتوا سامعني؟ يعني كده دكتور؟ اوكي معلش انا كل شويه تشيك دلوقتي عشان اطمن بس. طيب لو بيت معينه يعني عايز تقلبها لواحد وبقيه البتات تخليهم صفار، تعملها ازاي؟ خليهم صفار ولا ننزلهم زي ما هم؟ سوري ننزلهم زي ما هم، اي ابولوجايز انا بعتذر، عايز ننزلهم زي ما هم وبيت معينه عايز احولها. بقول من بيت لواحد. بيرفكت. هعمل اور واحد في المكان ده وزيروز مع بقيه الاماكن. زيرو اور اي حاجه هتنزل نفس الحاجه. ليه؟ تعال نشوف. زيرو اور زيرو تبقى زيرو. زيرو اور 1 تبقى 1. يعني الحاجه اللي بتتقور مع الزيرو بتنزل زي ما هي. لكن الحاجه اللي بتتقور مع ال1 بتتحول لايه؟ لواحد. طيب ممكن تقولي طب ايه البراكتيكال يوز لحاجه زي كده؟ تعال نرسم تاني. البراكتيكال يوز لحاجه زي كده، افترض انت عندك اهو المايكرو بروسيسور برضو وبورت، مش هرسم بقى الباسز اللي ما بينهم، وعندك ده واصل على موتر. اوكي ده واصل على موتر وانت عايز تشغل الموتر ده وبقيه بقيه الاسلاك دي متوصلين على حاجات تانية، ده متوصل على موتر تاني ده موتر تالت، ومش عايز اغير الحاله بتاعت الموترز دول، عايز الموترز دول حالتهم تفضل زي ما هم، بس دي عايز اقلبها من زيرو لواحد. في الحاله دي هعمل اور مع واحد وفي الباقي كله كام؟ صفار. اوكي يبقى البراكتيكال يوز بتاعت الاور انتوا قلتوا واحده منها اللي هي بتاعت التو كونديشنز او تو سويتشز، والحاجه الثانيه لو في بت معينه جوه الرقم بتاعك انت عايز تحولها لواحد وتسيب بقيه الحاجات زي ما هي، فده الاستخدام بتاع الاور. طيب تعالى نقول الحاجه بتاعت الاكس اور. الاكس اور بيتكتب ازاي؟ برضو اكس اور ديستنيشن وسورس، برضو الديستنيشن هتساوي الديستنيشن اكس اور سورس زي ما احنا متعودين خلاص دلوقتي في كل الاوامر بتاعتنا. مين يفكرني بالتر ستيبل بتاعت الاكس اور؟ الاكس اور بتشيك الديفرنس. بتشيك الديفرنس، بيرفكت. يعني ايه بتشيك الديفرنس؟ يعني لو حاجه زي بعض شبه بعض او ايكوال لبعض هتبقى النتيجه زيرو، لو اي حاجه ديفرنت هتبقى النتيجه كام؟ 1. وانت اكشلي وانت بتتكلم معايا دلوقتي انت قلت استخدامها ايه؟ استخدامها فور تشيكينج ذا ديفرنسز. فانت لو حبيت تشيك الديفرنس بين رقمين هتعمل اكس اور. لو كانوا بيساووا بعض يبقى النتيجه تبقى كام؟ زيرو. زيرو. ولو ما كانوش بيساووا بعض النتيجه تبقى 1. اقول لك او مش زيرو، بلاش نقول 1 عشان في خناقه تبقى شبه بعض وفي خناقه مش شبه بعض، مش هتبقى زيرو. طب اقول لك حاجه ثانيه، جيفن ذات ان الاكس اور لو الحاجه شبه بعضها بتخليها صفر، عايزك تديني طريقه سريعه ان انا احول ريجستر لصفر بدون ما اقول له موف، يعني بدون ما تعمل كده، عايزك تديني طريقه بدون ما اعمل كده، بدون ما اعمل ها قول قول اكس اور معنا تاني. بقول لك لو عندك موف في 0 اي ال في ال 0 شفتها دي، بتحط 0 في الاي ال، عايزك تطلع لي طريقه ثانيه اسرع من الموف بتستخدم الاكس اور تخلي الاي ال بصفر برضه. مين يقولها لي؟ نعمل اكس اور مع 0؟ لا لا، لو عملت اكس اور مع 0 وصدفت ان البت اللي كانت موجوده فوق كان واحد هتتحول لواحد. مع نفسه بقى اكس اور ايه ولا ما ينفعش؟ مع نفسه عندي يا دكتور. لا اكس اور مع نفسه ماشي، ممكن تعمل اند مع زيرو صح، ما عنديش مشكله، بس انت لو انا طلبت منك اكس اور، انت لو عايز تعمل اكس اور تعمل اند لاكس اور مع اي ال مع اي ال، ما هو اي ال هو نفس الاي ال كده، انت بتجارنتي ان كل خانه ايكوال بالظبط للخانه اللي فوقيها، يبقى النتيجه تبقى كام؟ صفر. بس انت صح يا باشمهندس، ما اعرفش مين اللي قال بس انت صح، ممكن تعمل اند اي ال 0 هتعمل لك نفس الحكايه. هتلاقي بعض الكتب بيستخدموا دي او الاند بدل الموف، عارف ليه؟ عشان دول اسرع، اسرع، فاستر،
الموف الاول لازم يديتكت اذا كان هيتعامل مع الميموري ولا لا، وبعد كده لو هيتعامل مع الميموري يحط عنوان. في ياخد سايكلز كتيره على ما ينفذ، لكن الاكس اور والاند تكه في سايكل واحده، بالذات الاكس اور. ليه بالذات الاكس اور؟ عشان يعني هو ريجستر مع ريجستر، يقوم داخل على الاي ال يو يقول له اعمل اكس اور ويدخل له اي ال، تك طلعت النتيجه. فدي طريقه اسرع ان انا اصفر بيها ريجسترز في المايكرو بروسيسور الاكس اور. او ممكن استخدم الاكس اور زي ما انتوا قلتوا عشان اقارن رقمين ببعض، لو كانوا بيساووا بعض النتيجه تبقى صفر، لو ما بيساووش بعض النتيجه مش هتبقى صفر. انتوا كويسين، انتوا قلتوا لي اليوز بتاعتي. تعالوا نتكلم على النوت شويه. النوت مختلفه عن بقيه الانستراكشنز عشان هي يونري انستراكشن. This is a unary instruction. طيب يعني ايه unary instruction يا شباب؟ يعني instruction تاخد operand واحد بس قصاده. اهو اجي هنا اقول له not al مثلا، هيخلي al تساوي not al. طب يعني ايه تساوي not al؟ يعني البتات بيحصل لها ايه؟ تعكس 0 تبقى 1 من 0. بتعكس كل برافو عليكم، كل بيت موجود عندي من 0 تقلب 1 من 1 تقلب 0. طيب تعالوا نتكلم مع بعض على الاخر مجموعات instructions في اللوجيكال instructions. بعد كده هنشوف ممكن ندخل يا اما في اللوبينج instructions يا اما ندخل في الفلاجز. مش مشكلتي في الفلاجز انا محتاج ارسم. تعالوا نشوف نشتغل الاول بعد كده نشوف هنعمل ايه. طيب ال two instructions الفضلالي، اول واحده الشيفتس والتاني واحده الروتيتس. يبقى اول instruction الشيفتس والتاني instructions الروتيتس. اوكي الشيفت instruction بتعمل ايه؟ شيفتس the operand. Operand اللي هو الparameter. Usually a register. مش لازم بس usually a register. A fixed number of bits in a certain direction. يعني بيجيب الريجستر الموجود عندك ويشفته في اتجاه معين بعدد بتات ثابته. ممكن اقول لك شفت مرتين، شفت ثلاث مرات، شفت اربع مرات، بحدد كم مره هشفت وهو بيشفت على الاساس ده. لو عندنا register بالمنظر ده، تعال نشوف مع بعض. عندنا register بالمنظر ده. اوكي. معلش على الرسم، انا برسم بالماوس. اوكي؟ وده القيمة الموجودة فيه، اهي. These four. واحد واحد واحد. وقلت لك عايز اعمل shift left. عامل shift left يعني انت بتاخد البتات الموجودة في الريجستر ده وتزقها في اتجاه السهم. لما تزقها في اتجاه سهم يحصل ايه للبت الاخيره دي؟ هتقع بره ولا تفضل جوه؟ شباب سامعني؟ تقع بره. بره. دي تقع بره. انا اسف ما قلتش على الكاري فلاج قبل كده، بس انا هجيب سيرته دلوقتي سريع قوي. البت اللي هتقع بره دي بتدخل في الكاري فلاج. يعني البت اللي اتشفتت بره دي اللي وقعت بره دي تدخل في الكاري فلاج. طب ايه اللي هيدخل مكانها؟ اللي هيدخل مكانها الخانه اللي قبليها. فالخانة اللي قبليها هنا دي زيرو، معلش على الرسم، هيجي هنا زيرو. ودي تدخل في الخانة اللي قبليها، فده هيبقى زيرو، وده هيبقى زيرو، وده هيبقى 1، وده هيبقى 1، وده هيبقى 1. طب الخانة اللي فضيت في رأيك إيه اللي هيحصل فيها؟ على حسب بقى ده لوجيك شيفت ولا سيركلر شيفت؟ لا ده شيفت عادي، لوجيك شيفت. طب برافو عليك أنت سألت سؤال. أنا زيرو. زيرو، برافو عليك، ثانك يو يا باشا. أوكي، السيركلر شيفت هنا اسمه روتيت على فكرة. ثانك يو، ده من أيام الأركتكتشر صح؟ Oh, thank you. Very good comments. Very good comments. Let's see how you say. Okay. فده بالنسبة للشفت. لو انت شفت في الاتجاه ده البت الأخيرة اللي وقعت بره هتنزل في الكاري فلاج. خلي بالك الكاري فلاج بياخد بت واحدة بس. والمكان اللي فاضي هنا بيتصفر. طب لو شفت مرتين، أول مرة البت الأولى اللي هي كام؟ ها؟ دي. كام دي؟ واحد. هتدخل فين؟ في الكاري فلاج. طيب لما تشفت المرة التانية مين هيقع في الكاري فلاج؟ الزيرو. الزيرو هيبقى هيستقر فيه صفر بس، مش هيبقى فيه واحد وصفر، هيبقى صفر بس. مش معنى عشان الكاري فلاج بياخد بت واحدة، دي مهمة قوي وانت بتتعامل مع الأمر ده.
بت واحدة بس اللي هتتحط في الكاري فلاج. آخر بت تشفت، لو شفت خمس بتات البت الخمسة اللي هتقعد، الأربعة اللي قبليها هيحصل عليهم أوفر رايت في البتات اللي وراها، وكل ما تشفت البت اللي كانت موجودة تتمسح وتتحط مكانها بت تاني. اوكي فيري جود، احنا شفنا دلوقتي الفكره. طبعا الشيفت ليفت والشيفت رايت الاختلاف بينهم الوحيد الاتجاه، يعني هنا عامل شيفت ليفت عشان بنروح للشمال، شيفت رايت هتروح لليمين. طيب تعالوا نشوف مع بعض الشيفت بتتكتب ازاي. الشيفت ليفت بتتكتب SHL، الاوبرنت اللي هو الاي ال او البي ال اللي انت عايز تشفته يعني كوما 1 if we want to shift only one time. لو انت عايز تشفت مرة واحدة، عايز تشفت مرة واحدة تكتب اسم الريجستر انت عايز تشفته كوما 1 هيتشفت. طيب الشيفت ده اللي عايز تشفت مرة واحدة. طب لو عايز تشفت اكتر من مرة، للأسف لا يجوز تكتب عدد المرات بإيديك. شوفت انا كتبت هنا 1، طب لو عايز تشفت مرتين مش هينفع احط 2 مكان الواحد، هضطر الأول احط الاثنين في ريجستر يستخدم ككاونتر وبعدين استخدم الكاونتر ده في الشيفت. مين يقول لي ايه الريجستر بيستخدم ككاونتر في المايكرو بروسيس؟ CX زي الفل. بس استاذنك الشيفت هنا اخره 8 بتس، يعني بشفت اخر حاجه 8 مرات فبحطها في السي ال، حط في السي ال 2 بعد كده تقول له شيفت ليفت اوبرند كوما سي ال. ده if you want to shift more than one time. لأن هتشفت أكتر من مرة لازم تحط عدد المرات اللي هتشفتها في CL. أنا صراحة ربنا أنا مش عارف ليه هم عملوا كده. أنا مش شايف لها logical reason. بس هم عاملين كده. لو أنت عايز تشفت مرة واحدة بتحط one. طب لو عايز أكتر من مرة بتحمل الرقم اللي أنت عايزه في CL وتستخدمه. لو أنت عايز تريح نفسك ودايما تحط في CL، يعني تحط حتى الواحد في CL حقك. بس ال one ممكن يتكتب بالإيد. أوكي؟ طيب زي ما انتم عارفين دايما لما احب اشرح انستراكشن دايما بحب اقول لكم الفيزيكال مينينج بتاعها ايه، استخدمها بايه. واحده من الاستخدام بتاعت الشيفت واضحه من المنظر بتاع الرسمه، هو لو حبيت افصل البتات بتاعت الرقم، يعني لو انت حبيت كل بت على حده لوحدها. فور اكزامبل لو انا عايز اخد الرقم اللي موجود عندي ده، شايف الرقم اللي موجود عندي ده اهو في الريجستر ده اهو ده، وعايز اطبعه باينري. انت عايز تطبعه باينري بت، عايز تطبع كام حاجه؟ لو كان 8 بتس يبقى عايز تطبع كام حاجه؟ ها 8 ارقام. 8 ارقام، وعايز في كل مره وانت بتطبع يكون عندك رقم واحد او قيمه واحده، يا صفر يا واحد، عشان تعرف تطبعها. One possible way to do this, one possible way, not the only way، مش الطريقه الوحيده بس واحده من الطرق ان انت ممكن تعمل كده، ان انت تاخد الرقم ده وتشفته مره واحده 8 مرات. في اول تشفيته هيبقى اني رقم موجود عندك، الرقم الموجود على الشمال اللي هو الواحد ده، وهيبقى موجود فين؟ في الكاري فلاج، وماخده انت من الكاري فلاج وطبعه. طيب في اللفه الجايه لو شفت مره تانية هيبقى مين الموجود عندك؟ ها اللي وراه زيرو، تاخده من الكاري فلاج وتطبعه، وهكذا. كده هيبقى في كل لفه من اللوب بتاعتك انت بتفصل او بتايزوليت خانة واحدة من الرقم في الكاري فلاج، تقدر تعمل فيها أي حاجة، تطبعها، تجمعها، تطرحها. المثال اللي كنت بقولك تطبعها. بس this is one possible use of the shift instruction، إن أنت تفصص الأمر بتاعك أو تفصص القيم الموجودة عندك بالتات. خلي بالك قدام شوية ممكن أوريك أنت ممكن تفصصها بالتين ثلاثة، بس المهم إن هو بيقدر يزوم إن على عدد بتس معينة جوه الرقم، ما يستخدمش الرقم كله ككتلة واحدة، لا يفككه إلى مجموعة بتس أقدر أتعامل معاها كل واحده لوحدها. فده one use of shift. ادي لك use تاني للشيفت، عايزك تستنتجه لي دلوقتي اهو. use تاني للشيفت، بص معايا الرقم ده كام يا شباب اللي قصادكم؟ 2. شفتوا لي مره للشمال بعد اذنك، يبقى ايه؟ قول لي اكتب ايه. 4. صح اهو 4. يبقى عمليته ضربته في 2 يا برافو عليك. طب لو شفته تاني 8. كل تشفيته بتضرب في 2. اوكي فاي كان يوز ذا شيفت اوبريشن، ممكن استخدم الشيفت اوبريشن عشان اعمل
عمليه المالتيبليكيشن. طبعا حد منكم ممكن يقول لي يجي يقول لي طب انت بتجيب سيره الحته دي ليه؟ ما احنا اوريدي عندنا انستراكشن اسمها مال مالتيبلاي. مين يقول لي ليه استخدم دي بدل المالتيبلاي؟ عشان دي ايه؟ اسرع. برافو عليك، اسرع بكتير كتير كتير. ف this is a much faster operation، فانا بستخدمها مكان المالتيبلاي. لو عايز اعمل multiplication of powers of 2 يعني اس 2، خلي بالك انت بتضرب في 2 يعني في المره الاولى، لو ده البيز يعني ده الرقم الاساسي اللي انا بتكلم عليه عشان اتنقل من هنا لهنا انت ضربت في 2، عشان اتنقل من هنا لهنا انا ضربت في كام؟ 4. والوراها هتبقى تضرب في 8 وهكذا. اوكي انت دايما بتضرب في powers of 2، فانت لو عايز تعمل multiplication في powers of 2 the shift is much 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 faster. طبعا فيها restriction معينه ان هي it is not good لو انت عايز تعمل multiplication مش power of 2 صح؟ يعني عايز تضرب في 9 مثلا ما تقدرش تستخدمها مباشره. بس اقول لك حاجه انت ممكن تعملها بشويه shifts. مين يقول لي هنا لو انا عايز اعمل al مضروبه في 9 اعملها ازاي بالشفت؟ انت عارفين انت خدتوا بقيه الارثماتيك انستراكشن صح؟ الاد والسبتراكت والمالتيبلاي والكلام ده صح كده؟ صح. اه تمام، اعملها شفت 3 مرات واجمعها على ال على ايه؟ يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام. اوكي الدنيا واضحه بالنسبه لكم. العمليه دي عشان تضرب في 9 انت كل اللي عايز تعمله عايز الاول تضربها في 8 اوكي وبعد كده تضيف عليها ايه؟ اوكي في 8 عشان هي power of 2 دي ممكن تعملها بشيفت اوكي وبعدين بعد لما تعمل شيفت تضيف عليها AL، بس تضيف عليها ال AL قبل لما يتم عليها عمليه الايه؟ عمليه الضرب. فانت لازم تحتفظ بالقيمه الاصليه بتاعت ال AL قبل لما تشفتها عشان بعد كده لما تيجي تعمل الاديشن تعرف تجمع القيمه الاصليه الاوريجينال فاليو بتاعها. بص اهو موف ال بي ال اي ال كده انا حطيت القيمه الاصليه. بعدين اقول له موف في السي ال 3 عشان هضرب 8 شيفت لفت اي ال سي ال اصبحت دلوقتي الاي ال فيها 8 اي ال صح ولا حد عنده اعتراض؟ حلو تمام. اضيف عليها بقى الاي ال الاصليه اللي هي دلوقتي في انهي ريجستر؟ بي ال بي ال. بيرفكت كده تبقى عندك 9 اي ال موجود عندك. You can do this. طبعا هو في limitation يعني ممكن تعملها دي لأي رقم بس في limitation بعد شوية هتبقى أسرع إن أعمل إيه؟ المالتيبلاي. يعني أنت عملت أد والشيفت لو الأد الواحدة والشيفت دول مجموع الوقت بتاعهم أقل من المالتيبلاي أعملهم، بس لو أنت محتاج مثلا 6 أدز لا 6 أدز هتبقى هتوصلك للتكلفة بتاعة المالتيبلاي أعمل المالتيبلاي. لكن لو انت هتعمل مثلا شيفت واحده واد واحده برضو دي مازال هتبقى اسرع من المالتيبلاي انستراكشن. ما اقدرش دلوقتي افتي واقول لك بعد كام اد عشان انا ما حسبتهاش، بس انت ممكن تحسب لو انت عندك جدول بالانستراكشن بتاعت المايكرو بروسيسور وكل امر بياخد وقت قد ايه انت ممكن تحسب بعد كام اد هتوصل لتكلفه المالتيبلاي وبعدها تقلب على طول المالتيبلاي في البروجرام ده. خلي بالك وانت بتكتب برنامج سي وانت بتكتب برامج سي اللي انت بتكتبها ده بيحصل، يعني المالتيبلاي بتاعتك تتحول لشيفت تحت او مالتيبلاي على حسب مين اسرع، بس انت ما بتعملهاش، انت ما بتعملش التحويله دي. مين بيعمل التحويله دي في السي؟ ها؟ سؤال تاني معلش يا دكتور. تاني بقول لك الدسكشن انا بقوله لك دلوقتي عمليه الضرب تتفك لمجموعه شيفت واد ولا عمليه ضرب مباشره بتحصل في السي برضو. انت في الاسامبلي هنا انت بتكتبها بايديك وانت اللي بتحسبها، لكن في السي هي بتتم كده برضو. يعني لو هي اسرع بالشيفت هعملها بالشيفت، لو اسرع بالمالتيبلاي هعملها بالمالتيبلاي، بس انت كبروجرامر ما بتعملهاش بايدك. ايه الجزء اللي في الكمبيوتر اللي بيختار يعملها شيفت ولا مالتيبلاي وينفذها؟ يا ده تقدر تقول لي الاليو بينفذها، انت ليك حق، بس ايه الجزء اللي هيفك الامر بتاع المالتيبلاي بتاعك اللي انت كاتبه في برنامج السي؟ كومبايلر. شفت العبء على الكومبايلر؟ الراجل اللي بيكتب الكومبايلر عندنا ماده اسمها سيستم بروجرامنج في قسم الكمبيوتر، كل اللي انت يعني القرار بتاع المالتيبلاي تتحول لشيفت ولا تتحول لمالتيبلاي مين هيبقى اسرع؟ القرار ده الكومبايلر اللي بياخده.
بيoptimize الكود بتاعك. للأسف أنت لما توصل لمستوى الأسامبلي أنت ما عندكش كومبايلر بينك وبين الهاردوير، أنت بتخاطب الهاردوير على طول. الأسامبلر مش ما بيعملش optimization، وبياخد الكود اللي أنت عملته بيحوله machine code على طول مباشرة، مش بيعمل optimization. فأنت بقى لو أنت تشتغل أسامبلي أنت اللي لازم تكرر الملتبلاي بتاعتك تتحول لشيفتس ولا تسيبها ملتبلاي زي ما هي. مفهومة دي يا شباب؟ طيب. تمام. Very good. Very good. طبعا مش هنحتاج نقول شيفت ليفت تاني، هي نفس شيفت رايت تاني هي نفسها، بس بدل ال هتكتب ار صح، هتشيل ال وتكتب ار. بس حد يقول لي الشيفت رايت هيعمل ايه لو شيفت ليفت ملتيبلاي شيفت رايت تبقى ايه؟ ديفايد. بيرفكت. This does division by powers of 2. Thank you جماعه. Thank you شباب. اوكي فده بيعمل ديفيجن باي باورز اوف 2. ممكن نستخدمه بنفس شكل الملتيبلاي اللي فوق ده. خلصنا الملتيبلاي، نروح للروتيت. الروتيت حد من البشمهندسين قال لي عليها الشيفت بتاعتك لوجيكال ولا اريثمتيك. اوكي الروتيت از ايكويفالنت تو اريثمتيك شيفت لما تشفت الخانه اللي موجوده هنا، او سوري اتس ايكويفالنت تو اريثمتيك شيفت. الارثماتيك شيفت انت بتبنى الرقم طبعا according to direction بالإشارة بالساين بتاع الرقم. لا في الروتيت انت بتعمل ايه؟ الخانة اللي طلعت من هنا عارف بتحطها فين؟ كلمة روتيت يعني ايه؟ ها؟ رجعت لأول رجعت في الأول بجيب في الأول مثلا. perfect. كل حاجة بتخرج هنا ترجع تاني، تخرج هنا ترجع تاني، تخرج هنا ترجع تاني، دي الروتيت. وعلى فكره لو انت عايز في النص بدل ما انت تاخد من الاخر وترجعها على طول مباشره، عايز تاخد ثانيه واحده عايز تاخد اللي موجود هنا تحطه في الكاري فلاج، تحطه في الكاري فلاج، وبعد كده من الكاري فلاج تحط الاخر الريجستر في امر كده اسمه روتيت ويز كاري. اوكي بيتكتب كده، ده هو الامر الثاني ده اللي هو بيحط ياخد البيت يحطها في الكاري فلاج ومن الكاري فلاج يحطها في الاخر، اسمه روتيت تو كاري. الامر بتاعه روتيت تو كاري ليفت، او لو عايز تكتب روتيت تو كاري رايت. اوكي طب انت ممكن تقولي طب ليه تبقى يعني حاجه كويسه انت تحط الرقم اللي انت بتروتيته في الكاري؟ عشان تشوف، انت لو عملت روتيت عادي انت مش هتشوف الرقم، انت بتلففه for a reason، لسبب ما في البرنامج بتاعك طالب منك تلففه، بس انت مش هتشوف البت اللي طلعت. لكن لو عملت rotate to scary انت هتلففه والبت اللي انت بتلففها هتشوفها فين؟ في اني فلاج؟ في الكاري فلاج. شباب انتوا معايا ولا الانترنت وقعت؟ معاك يلا. ما حاجة. اوكي انا اسف على السؤال بساله كل شوية، بس انا لازم اطمن ان احنا مع بعض اونلاين. طيب ده بالنسبه للروتيت. يوجوالي غالبا بصراحه مش بستخدمه كتير في الكورس ده بالذات، يعني انا بستخدمه في كورسات تانية متقدمه شويه، فخلاص هنكتفي كده بالنسبه للروتيت. طيب دلوقتي we have two options، نتكلم على الفلاجز او نتكلم على اللوبس. انتوا عايزين ايه؟ هي داخله في امتحان الاسبوع الجاي اللي هنقوله النهارده هيدخل، بس شوف انتوا عايزين ايه، يعني شوف عايزين تدخلوا ايه. ولا حضرتك شايفه يا دكتور اي حاجه؟ طب تعالوا نعمل فلاكس عشان اسهل شويه من الحاجه الثانيه. خلي بالكم امتحان يا جماعه هيبقى مدته ربع ساعه وهيبقى سؤال واحد، يعني حاجه صغيره وهنمتحنه على طول ونروح. انا هطلب منكم طلب، انا كتير انتوا بتسمعوا بس انا يعني هقول لكم طلب. في دكتور كذا دكتور عندنا في الكليه جاله كورونا فيروس، وكذا طالب جاله كورونا فيروس. واحد من الدكاتره عزيز قوي عليا بصراحه، مش عايزين نقول اسامي يعني، في المستشفى والاكسجين بتاعه نزل 81 اوكي وعمال ينزل. فبليز ناخد الموضوع سيريسلي شويه واحنا في الكامبس، الله يخليكم نتبع الاجراءات الاحترازيه. المرض ابتدى ينتشر، احنا احسن من غيرنا، الاكاديميه احسن من غيرنا. الاي سي ان سمعت عندها 90 حاله، احنا الحمد لله ما وصلناش ل 90 حاله، بس في حاله من الحالات اللي عندنا حد كبير في السن شويه في الدكاتره كريتيكال يعني على اكسجين دلوقتي.
فمعلش في أثناء الامتحان أنا هستأذنكم أثناء لما تواجد في الأكاديمية عامة نبقى لابسين الماسك. أوكي ماشي يا جماعة تعالوا نكمل. نتكلم على flag register شغال إزاي. أنا ما قلتش حاجة عن flags يا جماعة خالص. أنا حاسس أنا قلت قلت flags بعد كده ما كملناش يعني قلت بس جبت سيرتها كده بس وما قلناش حاجة خالص. ما اتكلمناش عنها يا دكتور. طيب انا اسف تعالوا نقول. طيب الفلاجز هنتفقنا قبل كده او ما اتفقناش هبقى هنتفق دلوقتي هو ريجستر لو جوه المايكروبروسيسور في 16 بت زي اي ريجستر تاني موجود جوه السي بي يو. الفرق بينه وبين بقيه الريجسترز الموجوده زي الاي اكس والبي اكس والكلام ده اللي ده ملوش اسم. يعني الريجستر ده ملوش اسم ما تقدرش البرنامج تاكسسه من اسمه مش موجودة. في أمر واحد صراحة موجود في الأسامبلي بيسمح لك تتعامل مع الفلاج ريجستر مباشرة. أنت ممكن تتعامل معه غير مباشرة يعني indirectly بس عشان تجيبه مباشرة هو في أمر واحد أو أمرين pop F و push F والأمرين دول يجي ما بدهمش صراحة في المايكروبروسيسور بتاع الإلكترونيكس بس لو أنت حابب نجيب سيرتهم بعدين هو pop F والتاني اسمه push F. دول بياخدوا الفلاج ريجستر ويدخلوه على الستاك. pop push f بتاخد الفلاج تحطه جوه الستاك pop f بتاخد الفلاج تشيله من الستاك وتطلعه. فكده ممكن اوصل له على طول بقى كده عندي القيم بتاعته مباشره العب بيها بالتات. لكن عاده انا ما بوصلش للفلاج ريجستر من اسمه انا بستخدم حاجه اسمها جامبس ودي هتيجي قدام شويه بستخدم حاجه اسمها جامبس عشان اتشيك على القيم بتاعه الايه البيتس اللي موجوده في الفلاج. طيب البيتس اللي موجوده عندي في الفلاج كتيره منهم انا محتاج اربعه بس في الكورس ده. اول واحده البيت اسمها كاري فلاج دي بيت واحده خلي بالك وبيت ثانيه اسمها الاوفر فلو فلاج وبيت ثانيه اسمها الساين فلاج وبيت ثانيه اسمها الزيرو فلاج. اوكي دول البتات الموجودين عندي. كل بت من البتس دول يا شباب تاخد قيمه واحده يا صفر يا واحد ولو اخذت صفر معناها الحاجه اللي بتبص عليها موجوده ولو كانت لو كانت قيمتها واحد معناها الحاجه اللي بتبص عليها موجوده لو كانت قيمتها صفر معناها الحاجه اللي بتبص عليها مش موجوده. يعني تعال نقول بالانجليزي كده now this is one if this is one there is carry zero there is okay مفيش carry. نفس الحكايه هنا if this is one there is overflow zero معناها there is no overflow. sign flag if there is one there is a sign. طبعا مكتوب يعني there is a sign يعني رقم negative. zero there is no sign يعني رقم ايه positive. okay if there is one there is zero if there is zero أو zero يعني معناها there is no zero. آخر واحدة دي بتلخبط الشباب شوية لما أقول ليه إن هي لما تبقى one معناها النتيجة كام أو يبقى فيه إيه ها zero ولو كانت zero معناها إيه ما فيش زيرو. فهي sometimes ناس بتطلع يقول لي ايه اللي انت بتقوله ده يعني زيرو تبقى ما تبقى 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 فيها زيرو ما فيهاش زيرو و1 تبقى فيها زيرو. هي عكسها لو كان في واحد يبقى في صفر لو كان صفر يبقى ما فيش صفر. طيب صفر في صفر او ما فيش صفر او في كاري او ما فيش كاري او في اوفر فلو او ما فيش اوفر فلو او في اشاره او ما فيش اشاره بتاعت ايه؟ فين الاشاره دي او فين الصفر ده؟ بتاعت النتيجه
بتاعت آخر عملية حسابية تمت. بص بقى all above pertain to the result of the last arithmetic or logical operation that occurred. يعني آخر عمل لو الزيرو فلاج في واحد ده بيقول لي إن النتيجة بتاعت آخر عملية حسابية كانت صفر. لو الساين فلاج كان واحد ده بيقول لي إن النتيجة بتاعت آخر عملية حسابية تمت نيجاتيف. لو كاري فلاج 1 بيقول لي إن النتيجة بتاعت آخر عملية حسابية تمت حصل فيها كاري. لو الأوفر فلو فلاج بيساوي 1 بيقول لي إن النتيجة بتاعت آخر عملية حسابية حصل فيها أوفر فلو. يبقى كل الفلاجز دي ليها علاقة بالنتيجة اللي خارجة من آخر عملية حسابية، بتديني معلومات إضافية على النتيجة الخارجة من العملية الحسابية اللي تمت. مفهومة دي يا شباب ولا لأ؟ أوكي. بتهيألي الساين فلاج والزيرو فلاج ار سيلف اكسبلاناتوري، يعني بيشرحوا نفسهم. الساين بتشوف الإشارة والزيرو فلاج بتقول إذا كان في صفر ولا لأ. يتبقى الاثنين التانيين، الكاري فلاج والاوفر فلو فلاج. على فكرة في الأوكسيلري فلاج والباريتي فلاج برضه، بس أنا مش هجيب سيرتهم ومش هدخلهم معايا في حاجة. طيب الاثنين فلاجز دول الساين فلاج والاوفر فلو فلاج معناهم ايه؟ يعني الزيرو فلاج خلاص عرفنا في زيرو، الساين فلاج خلاص عرفنا في ساين، الكاري فلاج بقى والاوفر فلو فلاج معناهم ايه؟ بص بقى these flags indicate whether or not the result of the last our last operation is larger than the destination. Okay. يبقى ال overflow flag و carry flag بيدوني نفس المعنى. نفس المعنى يا شباب. ايه هو نفس المعنى؟ ان النتيجة الحسابية بتاعت اخر امر تم، اخر instruction، الريزلت بتاعتها اكبر من الديستنيشن ولا لا. لو كانت اكبر من الديستنيشن الفلاجز دول هيبقى فيهم واحد، لو كانت اصغر من الديستنيشنز الفلاج دي هتبقى القيمه بتاعتها صفر. حد مش فاهم يعني ايه النتيجه اكبر من الديستنيشن؟ طيب حد يقول لي لو الديستنيشن 8 بتس زي الاي ال، امتى تبقى النتيجه اكبر منه؟ لو كان فيها كام بت؟ 9 بتس. 9 بتس بيرفكت. اوكي، يعني لو عدد البتس الموجوده في النتيجه اكتر من عدد البتس الموجوده في الديستنيشن. طبعا انت ممكن الحد المركز معايا كويس دلوقتي يقول لي طيب ليه تحتاج اثنين فلاجز مختلفين لنفس الشيء لنفس الحاجه؟ والاجابه هنا تيجي ان على حسب الرقم بتاعي اللي انا بتعامل معاه سايند ولا انسايند انا هديتكت ان انا زدت عن حدي بطريقتين مختلفه. ايه الكلام الفاضي ده؟ تعال نشوف مع بعض. نبدا بالانسايند. في الانسايند تعال نرسم. في الانسايند لو انا عندي ريجستر بالمنظر ده كل البتات، كل البتات اللي موجوده فيه تمثل جزء من الرقم بتاعي. حد عنده اعتراض بدي؟ يعني لو كان ده 8 بتس اوكي 8 بتس امتى القيمه هتزيد عن المكان ده؟ زي ما الباشمهندس قال لو فاضت، يعني لو حصل من هنا كاري لبره واحتجت 9 بتس اوكي. لو احتجت 9 بتس البت الخارجه من بره دي انا بحطها هي الواحد دي الخارجه منها، ما هو طبعا لو في كاري هيبقى واحد مش هتكاري زيرو، يعني بتحطها فين؟ في الكاري فلاج. والكاري فلاج كده بيقول لي ان القيمه بتاعه الرقم الانسايند فاضت عن حجمها. مين يقول لي يعني ايه انسايند؟ انسايند يعني الرقم ايه يا جماعه؟ في نيجاتيف ولا ما فيهوش؟ ما فيهوش نيجاتيف. لا ما فيهوش نيجاتيف. بيرفكت، ما فيهوش نيجاتيف. فلو كان عندك الرقم 8 بتس
بعد ما عملت عمليه جمع او طرح او ضرب او whatever وعدد البيتس اللي انت محتاجها 9 يعني حصل كاري من اخر خانه البيت تي اللي هي الكاري الخارجه بره هتخش في الكاري فلاج وبتقول للكمبيوتر ان النتيجه بتاعت الانساين نمبرز اكبر من الحجم المخصص ليها. طيب تعالوا نشوف مع بعض لو انا بتعامل مع ساين نمبرز. ساين نمبرز مختلفه خالص. ليه؟ انا بتالي احنا قلناها دي انا مش عارف ليه عندي احساس قوي ان انا قلت الكلام ده قبل كده. يلا لو انا بتعامل مع الساين نمبرز وده فيه 8 بيتس، هل ال 8 بيتس كلهم متخصصه للرقم؟ مين يقول لي؟ لا صح؟ انت قلت لا ولا انت قلت حاجه تانية؟ لو هي signed لو بالساين اخر بيت مخصصه للساين، اخر بيت مخصصه للساين يعني البيتس المتخصصه للرقم دول بس. اه تمام صح؟ طيب ده معناها ايه؟ انت لو عندك رقم هنا وضفت عليه رقم تاني فالنتيجه اللي جات لك عدد البتات اللي محتاجه تمثل القيمه زادت عن 7 زادت عن 7 ال 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 البت اللي هي تمثل القيمه هتفيض عن هنا وتدخل فين؟ صحيح وتبوظها. يبقى عندك في الساين نمبرز لو انت بتتعامل مع 8 بتس الرقم يبوظ بعد 7 مش 9 صح؟ يعني وصل ل 8. يعني في الانساين نمبرز لو انا بتعامل مع 8 بتس الرقم زاد عن حجمه لو وصل ل 9 بتس. لكن في الساين هو هيبوظ لما يوصل ل 8. خلي بالك يوصل ل 8 لتمثيل القيمه مش الرقم مش 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 الاشاره. اوكي؟ الاشاره كده كده موجوده في البت الثامنه. لكن لو قيمة الرقم نفسها احتاجت أكتر من 7 بيتس هتكبر عن المكان المخصص ليها وهتفيد وتخش لي على إيه؟ على الإشارة. احنا دايماً عارفين الكاري لما أنت بتفيد أنت أنا شغال باينري يبقى الكاري ده هيبقى كام؟ ها؟ 1 صح؟ حد عنده اعتراض الكاري 1؟ طب مين ممكن يشرح لي أكبر كاري موجود في ال في الـ في الـ في الديسيمال سيستم كام؟ 1 في الديسيمال سيستم اكبر كاري ممكن تكاري الخانه اللي وراها كام؟ ديني ديم فور اكزامبل دي 9 زائد 8 كام؟ 9 زائد 8 يبقى 17 يبقى 7 تصدق دي جت معايا 1 برضه ها؟ جت معايا 1 برضه. اي 1 اوكي يو كاري. اكشلي ان ذا ورست كيس سيناريو هنا انت ممكن تكاري بالبيز صراحه بيز ماينس 1. المهم يعني انت في الباينري سيستم هتكاري 1. طيب كاري 1 لو كانت هنا 0 يعني الرقم كان بوزيتيف وعملت عليه كاري 1 تبقى النتيجه كام هنا في الخانه دي؟ لو ده 0 وحطيت عليه كاري 1 تبقى القيمه هنا كام؟ نيجاتيف 120 نيجاتيف يعني هتتحول الرقم من بوزيتيف الى ايه؟ نيجاتيف نيجاتيف بس هو اصلا مش نيجاتيف هو بوزيتيف لسه بس كبير لكن عشان القيمه بتاعته كبرت قوي وفاضت ودخلت على الحته المخصصه للاشاره بوظت الاشاره. تعال نعمل عكسها يعني ايه عكسها؟ لو كان هنا في 1 يعني الرقم اصلا كان نيجاتيف وعملت عليه كاري 1 زائد 1 يديك كام؟ في الخانه دي 1 زائد 1 1 زائد 1 باينري 0 كاري 1 0 كاري 1 الكاري هتطلع بره فهتخرج بره الرقم تبقى بره هنا بس اللي هيخش هنا اللي هيستقر في المكان ده هيبقى كام؟ 0 يعني اللي قبل كده الرقم كان ايه؟ نيجاتيف بقى بوزيتيف. اذا الاوفر فلو اللي هو الجزء الثاني اللي موجود عندي اللي هو الاوفر فلو فلاج ده بستخدمه عشان اقول ان الرقم بتاعي زاد عن حجمه لو كان الرقم سايند. وبعرفها ازاي؟ ان الاشاره بتاعت الرقم بتبوظ بتتغير. الاشاره بتاعتي بتتغير بتبوظ ازاي؟ لو عندك رقم لو عندك الرقم بوزيتيف وبتضيف عليه رقم بوزيتيف والنتيجه بتاعتك طلعت
نيجاتيف ده معناه ايه بقى من القصه اللي احنا لسه حكيناها فوق؟ ها يبقى في اوفر فلو، في اوفر فلو، الرقم فاض عن المكان بتاعه والقيمه طفطفت ودخلت على الاشاره فبوظتها. لما بوظتها يبقى الاوفر فلو فلاج هنا بيساوي واحد. اهو الاوفر فلو فلاج بيساوي واحد. نفس الحكايه لو انت عندك رقم نيجاتيف وتضيف عليه رقم نيجاتيف والنتيجه طلعت في الاخر بوزيتيف، يبقى الاوفر فلو فلاج برضو بيساوي كام؟ هو ليه قلب لون؟ اهو الاوفر فلو فلاج برضو بيساوي كام هنا؟ 1. حد عنده اعتراض فانا بقول دلوقتي وقفوني لو في اي مشكله. معلش هو سؤال، هو انا قول يا باشا قول. هو انا يعني امتى بستخدم الاوفر فلو؟ لو انا يعني انا بكتب كود هتستخدم الاوفر فلو على طول ولا بتبقى لي حاجه معينه؟ انت راجل زي الفل، انت راجل زي الفل، راجل زي الفل. استاذنك امسك السؤال ده كده في ايدك اجاوبه كمان ثانيتين عشان ده سؤال في الجون. ثانك يو. بس الاول تعالى نخلص الحته دي ونرجع للسؤال بتاعك اللي هو بيرفكت ده. اوكي ثانك يو يا باشمهندس. انا زي ما قلت لك الاوفر فلاج هنا هيساوي واحد لو كان بوزيتيف بوزيتيف ونيجاتيف. طيب لو كان بوزيتيف وبوزيتيف ونتيجه بوزيتيف يبقى الاوفر فلو فلاج بكام؟ بوزيتيف بوزيتيف ونتيجه بوزيتيف يبقى ايه؟ زيرو. زيرو. طب نيجاتيف ونيجاتيف يبقى ايه؟ ونيجاتيف تبقى ايه؟ زيرو برضه. اوكي دي مفهومه؟ طب اسال سؤال بقى للناس الكويسه وبعد كده هرجع لسؤالك عشان سؤالك لسه بقول لك عليه ممتاز. لو الاشارات بتاعه الارقام ميكست، واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف، في احتمال ان الاوفر فلو فلاج يساوي واحد ولا لا وليه؟ في احتمال. طب ليه؟ عشان ممكن نيجاتيف وبوزيتيف وبرده ستيل النتيجه تطلع نيجاتيف، او ممكن نيجاتيف وبوزيتيف والنتيجه تبقى بوزيتيف. طيب بس 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 هو كده مش معناها فاض، هو كان معناها فاض هنا لو كان بوزيتيف وبوزيتيف هو لازم النتيجه تبقى بوزيتيف. اصبحت ايه؟ تمام، لو مساله ماثيماتيكال هتديني نيجاتيف وقلبت بوزيتيف يبقى انا كده عندي اوفر فلو. لا كده عندك رقم بس مش اوفر فلو. قول لي ايه الفيزيكال مين بتاع الاوفر فلو بعد اذنك؟ ان الرقم ايه؟ ازيد من 8 بت؟ زاد عن حده، مش 8 بت طبعا، ولا 8 بت. ماشي زاد عن حده. زاد عن حده. طيب كون ان هو زاد عن حده معناها ان الرقم كان بيكبر اتجاه الكبر، بيكبر الماجنتيود بتاعه. مش بتكلم على الابسولوت فاليو بتاعه، بتكلم على الماجنتيود بتاعه. طيب فانت لو بتجمع رقم بوزيتيف زائد رقم بوزيتيف القيمه هتزيد ولا تقل؟ الرقم القيمه هتزيد. هتزيد. فممكن تفيد صح؟ ففي احتمال الاوفر فلو فلاج يساوي 1 لو الاشاره اتعكست. طيب لما انت بتجمع رقم نيجاتيف على رقم نيجاتيف انا عارف انت هتقول لي هو هيقل، بس هو الماجنتيود بتاعه هيزيد، يعني ناقص 7 ناقص 2 او ناقص 3 تبقى ناقص كام؟ ها؟ ناقص 7 ناقص 3 يا جماعه دي ده 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 اي بي سي يبقى كام؟ 10 ناقص 10. شوف ال 10 كبرت، كبرت عن 3 و7، انا عارف ان هو ناقص فهي اصغر، بس الرقم نفسه البيتس اللي انا محتاجها عشان امثل 10 اكتر من البيتس اللي انا محتاجها عشان امثل 3 او 7. معناها ان عدد البيتس بتزيد فممكن يفيد برضه، فالنيجاتيف زائد نيجاتيف ممكن يفيد، لكن بوزيتيف زائد نيجاتيف النتيجه بتاعتك هتصغر ولا تكبر؟ هتصغر. هتصغر في كل الحالات، في كل الحالات هتصغر. ما دام في كل الحالات هتصغر يبقى استحاله تفيد عن حجمها وتطفطف، صح ولا انا غلطان؟ فاهمين دي ولا لا يا جماعه؟ دي مهمه قوي لازم تفهمها، هلعب بيها في الامتحانات. معلش يا دكتور ممكن تاني بس اخر حته؟ اقولها تاني. في كل التو سيناريوز اللي موجودين عندي فوق، بوزيتيف زائد بوزيتيف ونيجاتيف زائد نيجاتيف، كان في احتمال ان القيمه الماجنتيود بتاع الرقم يزيد. فلو كان الماجنتيود بتاع الرقم بيزيد يبقى انا محتاج بيتس اكتر عشان امثل الرقم الاكبر. فكان وارد ان الاوفر فلو فلاج يساوي 1. مش لازم بس وارد. طب هو هيحصل امتى؟ لو انا جيت جمعت رقم بوزيتيف على بوزيتيف والاشاره بتاعت النتيجه بقت نيجاتيف. ده معناها ايه؟ ان الرقم كبر قوي فجزء منه دخل على الاشاره وعكسها. مفهومه دي؟
تمام. ونفس الحكايه بالنسبه للنيجاتيف برضه. طيب لما انا بجمع رقم بوزيتيف زائد نيجاتيف، هل الرقم هيكبر ولا يقل؟ ينكمش ولا يقل ويتمدد؟ يا جماعه ناقص 5 زائد 3 هو بوزيتيف نيجاتيف المفروض يقل. يقل الرقم هيقل. يعني مثلا لو بوزيتيف 5 ماينس 5 يقل. يقل الرقم هيقل، هيصغر القيمه بتاعته، الرمز بتاعه هنا تبقى 2 اصغر من الخمسة واصغر من بيقل. طيب ما دام هو بيقل يبقى مش هيفيد، مش هيكبر. ما دام مش هيكبر يبقى ما فيش احتمال، مش وارد ان حجمه يزيد عن عدد البيتس بتاعته، صح؟ تمام. يعني انت مثلا لو ده في الاي ال، ده اصلا في الاي ال، طلع الدي ال مش مشكله، وده مثلا في البي ال، يلا اوكي. معناها بدل ده كان اصلا في الدي ال يبقى كان اصلا يقدر يدخل في الثمانية، صح ولا انا غلطان؟ تمام. وبدل ده كان موجود في البي ال يعني اصلا يقدر يدخل في الثمانية، يبقى القيمتين بتوع الارقام دي بحجمهم ده يقدروا يخشوا في الثمانية. وانت خلي بالك ده الديستنيشن وده السورس، يعني النتيجه في الاخر هتتخزن في انهي ريجستر فيهم؟ في الدي ال. دي ال. وبدام النتيجه بعد العمليه الحسابيه هتقل عن الرقمين الموجودين عندك، والرقمين الموجودين عندك اصلا كانوا بيدخلوا بالراحه في الريجستر، يبقى اكيد النتيجه هتخش في الريجستر ده بدون مشكله، صح ولا انا غلطان؟ انا لو بجمع رقمين مختلفين في الساين على طول مفيش اوفر فلو. برافو عليك، الاوفر فلو فلاج عمياني سامي وان، بس انا مش عايزك تحفظها، انا عايزك تفهمها هي ليه بتحصل كده. 1 ولا 0؟ 0. انا اسف، انت صح 0، انا بعتذر لك بشده، معلش 0، حماسي اخذني وقلت 1 0. اوكي انا عايزك تفهمها هي ليه بتحصل كده، عشان الرقم بينكمش، ما دام بينكمش مش هيفيد عن المكان بتاعه، فالاوفرفلو فلاج عمرها ما تبقى 1 لو الاشارات بتاعه القيم بتاعتك اللي انت بتجمعهم معكوسه. مفهومه دي ولا لا يا جماعه؟ اوكي خلي بالك بحب العب بالحته دي، بلعب بيها اسئله فهم، فلازم تفهمها. مفهومه؟ اه تمام. فيري جود فيري جود. نروح للسؤال بتاع الباشمهندس اللي انا بصراحه معجب بيه لغايه دلوقتي. السؤال ده ممتاز. الباشمهندس قال لي ايه؟ الباشمهندس قال لي عندك دلوقتي عملية حسابية بين رقمين أو بتتم عملية جمع مثلا. الكمبيوتر، قلت لك إن في عندي تو فلاجز ليهم معنيين نفس المعنى، بس واحدة للأنسايند واحدة للسايند. الكاري فلاج للأنسايند والأوفرفلو فلاج للسايند. الكمبيوتر وهو بيعمل العملية الحسابية يحط قيمة في السايند في الأوفرفلو، ولا يحط القيمة في الكاري فلاج؟ هل هو هيعرف وهو بيعمل العمليه الحسابيه بتاعته يحطها في الكاري فلاج ولا الاوفرفلو فلاج؟ خد الصدمه، الكمبيوتر ما بيعرفش. طب ما دام ما بيعرفش هيعمل ايه؟ هيحط لك قيمه في الاوفرفلو فلاج طبقا للقوانين اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي من فوق من شويه، ويحط قيمه ثانيه فين؟ في الكاري فلاج. في الاثنين هيحط قيمه يا صفر واحد طبقا للقوانين اللي احنا قلناها فوق. وانت كبروجرامر انت عارف الرقم اللي انت بتتعامل معاه سايند ولا انسايند. لو انت عارف الرقم بتاعك انسايند يبقى هتبص على مين؟ كاري فلاج. طب لو انت عارف ان هو سايند هتبص على مين؟ الاوفرفلو فلاج. يبقى الكمبيوتر هيحط قيمه في اي واحده فيهم؟ ها الكمبيوتر هيحط في الاثنين في التو، هيحط في الاوفر فلو وهيحط في الكاري فلاج طبقا للقوانين اللي قلناها فوق، اللي احنا لسه جايبين سيرتها من فوق من شويه من فوق. وانت كبروجرامر تترجمها، تيجي تقول لي طب انا اترجمها ازاي؟ انا بتهيألي انا مش عارف ليه انا حاسس بشده ان انا قلت المناقشه دي قبل كده. ان لو انت عندك مثلا فاريبل بيمثل عدد الطلبه في الفصل، ده ايه رايك؟ سايند ولا انسايند؟
unsigned يبقى تبص على any flag overflow carry طب لو عندك درجة الحرارة في روسيا signed ولا unsigned دي تبقى signed عندي وبص على any flag overflow flag برافو عليك والكمبيوتر هو بيحط القيم هو مش عارف بيطبق الرولز وهو أعمى يعني هو أعمى حتى بتاعت الإشارة دي هي اللي بتتكلم عليها تعال نقول كده لو الأرقام دي لو الرقم ده unsigned بص الرقم ده unsigned ولا بلاش تعال اكتب الرقم الأول أنا هقعد في الأكاديمية على طول بعد كده أوكي بص اجمع لي الاثنين دول على بعض معلش دول صفار هكتبها بالقلم هكتبها بالكتابة يا جماعة سامعيني انا جات رسالة الانترنت بتاعتي مش كويسة سامعيني شباب سامعينك يا دكتور اوكي لو هنا في 1 وهنا في 1 وكل البقية الريجسترز صفار اجمعهم لي على بعض اجمعهم على بعض 0 زائد 0 هتبقى كام 0 زائد 0 0 0 0 0 0 0 1 زائد 1 1 زائد 1 0 وايه؟ وكاريون كاريون هيجي هنا هيبقى 1 زائد 0 زائد 0 يبقى 1 يبقى الرقم بتاعي في الاخر هيبقى كده صح؟ عايز حد كويس يقول لي الكاري فلاج هنا بيساوي كام؟ هل زدت عن الخانات اللي موجوده فوق هنا طلعت براهم؟ لا يبقى الكاري فلاج بكام؟ 0 0 هل الإشارة بتاعت الرقم ده إذا كان ليها إشارة اتغيرت؟ هنا 0 و 0 يعني الاثنين كانوا positive و negative يبقى ده بكام؟ 1 نيجي بقى شوف الكمبيوتر عملها عمياني حط قيمة في الزيرو فلاج عشان مفيش حاجة طلعت بره وحط قيمة في الأوفرفلو فلاج عشان الإشارة انتوا مش شايفيني بس أنا بعمل air quotes في الهواء دلوقتي لما بقول إشارة عشان مش لازم بالضرورة تبقى إشارة البت الاخيره اتغيرت لو كان الرقم ده unsigned يبقى كل بت فيه جزء من الرقم يعني الواحد دي مش ايه مش معناها ايه لو unsigned مش unsigned مفيش signed مفيش نيجاتيف ده جزء من الرقم في الحاله دي الاوفر فلو فلاج ملوش معنى ما تبصش عليه لو بصيت عليه يقول بي مسلد هتفتكر حاجه حصلت هي ما تمتش اوكي تبص على مين على الكاري فلاج طيب لو كانت اصلا الارقام ساين لا بقى يبقى هنا الاوفر فلو فلاج ليه معنى الواحد ده معناها ان القيمه بتاعتي زادت عن حجمها الكمبيوتر وهو بيحط القيمتين دول زي ما احنا حطيناهم دلوقتي هو مش عارف هو حط هنا 0 وحط هنا 1 بدون ما يعرف انت كبروجرامر بعد كده تبص على الريجستر او تبص على الفلاج اللي ليه معنى للفاريبل اللي انت معرفه مفهومه دي ولا لا اوكي نقفل على كده يا شباب في حد عنده اي حاجه في الفلاجز عايز يسالها تمام يا دكتور فيري جود فيري جود نتقابل ان شاء الله فيزيكلي السبت اللي جاي انا اوريدي كان 12 طالب اللي جاي السبت اللي جاي هنتقابل في روم 404 هاجي هدي لكم الامتحان ربع ساعه يعني انا هدخل 10:30 هنعمل الامتحان بتاعنا هيبقى سؤال واحد بس نشوف بقى عليه 5 درجات او 10 درجات انا عايز اقلل الدرجات بتاعت الفيزيكال عشان ايه ما اعرفش بحس ان الاونلاين بيبقى لكم باسهل يعني فممكن نخلي عليه 5 درجات ولا حاجه ندخل ربع ساعه فتبقى اون تايم تعالى قبلها ب 10 دقائق ولا حاجه عشان بس نبدا الامتحان اون تايم بعد 10:45 يعني ربع ساعه بعد 10:30 هلم الامتحان على طول اوكي يا شباب اتفقنا تمام يا دكتور ماشي يا جماعه اشوفكم في الكليه ان شاء الله و جود لك ميرسي